أهلا بكم مشاهدي الأفاضل، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير إلى هذه الجولة الجديدة في مشاركة. هذه أبرز العناوين في هذه الجولة. 20 مليار جنيه حجم سوق إصدارات الصكوك المتوقع في مصر في 2021. الجزائر تتجه لصيرفة الإسلامية بهدف استقطاب أموال السوق الموازية. وفي مشاركة اليوم، أندونيسيا على أبواب التحول إلى مركز مالي إسلامي في آسيا، وتخطط لزيادة رقمنة الصناعة الحلال في 2021. أهلا بكم من جديد. تكبد مصرف الإمارات الإسلامي خسائر صافية في 2020 بلغت 482 مليون درهم، مقارنة بأرباح صافية حققها المصرف في عام 2019 فاقت المليار درهم، في حين ارتفع إجمالي موجودات المصرف في عام 2020 بنسبة 9% على أساس سنوي وصولا إلى 70.5 مليار درهم. هذا وبلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 18% ونسبة كفاية رأس المال 19.2% في عام 2020. أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات السعودية عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي البريطاني ساب بقيمة 216 مليون ريال. وتهدف الشركة من تلك الاتفاقية إلى تمويل مشاريعها الجديدة وسلسلة التوريد. وبحسب الشركة فقد بدأ التمويل بتاريخ 28 من يناير 2021 وينتهي بتاريخ 31 من ديسمبر من ذات العام. بعد أن بلغ حجم إصدارات الصكوك التمويل لشركات في مصر خلال العام الماضي نحو 5 مليارات و100 مليون جنيه مصري، يتوقع متخصصون في التمويل أن يتضاعف هذا الرقم إلى 20 مليار جنيه خلال 2021 بدعم من تنامي الطلب عليها، خاصة وأن تكلفة أدوات الدين أقل بكثير من تكلفة التمويل البنكي. المزيد في سياق هذا التقرير. يتوقع متخصصون أن تشهد إصدارات صكوك التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بمصر نموا كبيرا خلال عام 2021 لتجاوز 20 مليار جنيه، ارتفاعا من مستواها البالغ 5.1 مليار جنيه المصدرة كصكوك للشركات في العام الماضي، ما يأتي كنسبة محدودة من حجم هذه الإصدارات عالميا، والذي سجل 157 مليار دولار في عام 2020، فيما تسعى مصر أيضا لإصدار صكوك سيادية بهدف تمويل الموازنة العامة. الصكوك في حد ذاتها كأداة تمويلية عليها طلب كبير جدا، طلب متزايد حتى عالمي مش في مصر بس. يمكن السنة اللي فاتت 2020 في إصدارات تمت بحوالي 160 مليار دولار، متوقع السنة دي تزيد ل 170-180 مليار دولار. ففي طلب واتجاه عالمي عموما على الأداة التمويلية، الصكوك كأداة تمويلية. احنا لو أصدرنا صكوك سيادية خلال الفترة الجاية، وإن شاء الله في 2021 هيشهد الموافقة على الصكوك السيادية، أعتقد إن مصر هيكون ليها مكانة كبيرة ما بين الدول في سوق الصكوك، هيبقى ليها دور مع الإمارات، هيبقى ليها دور مع السعودية، بيبقى ليها دور مع البحرين. وبينما سجل عدد البنوك العاملة في مصر نحو 38 بنكا منها 3 مصارف إسلامية يضاف لها فروع مصرفية للخدمات المتوافقة مع الشريعة والتابعة لبنوك تجارية، يرى متخصصون أن التوسع في إصدارات صكوك التمويل سواء للشركات أو السيادية منها ستزيد بطبيعة الحال من حجم استثمارات البنوك ككل في هذه الصكوك كأداة تمويل جديدة تلقى إقبالا. حجم البنوك الموجودة حاليا بتغطي الطلب اللي موجود، وأكيد لما السوق هيكبر هنلاقي طلب متزايد، وأحجام البنوك الموجودة ديت سواء ستاند الون بانك أو حتى إسلاميك ويندو في البنوك التقليدية، فأكيد ده هيؤدي لاتساع حجم السوق أو الصرافة الإسلامية عموما في مصر. ويرى متخصصون أن التمويل عبر الصكوك يعد الأقل عبئا والأعلى عائدا، ما يجعله مفضلا بالنسبة للشركات المصدرة، خاصة وأن السندات تعد دينا أو قرضا يمثل عبئا على المصدر، فيما يعد مشتري الصك شريكا في المشروع. يضاف لذلك أن الاستثمار في الصكوك يعزز من معدلات الادخار القومي، كما أن اتجاه مصر لإصدار صكوك سيادية سيدعم من قدرتها على تقليص عجز الموازنة عبر إشراك الصكوك كأداة تمويل للمشروعات
المختلفة. محمد سعيد، CNBC عربية، القاهرة. إذن وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. أهلا وسهلا بك. والتقرير يتحدث عن مضاعفة ربما إصدار هذه الصكوك بالنسبة للشركات بشكل كبير. ما الذي يجعل ذلك ممكنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يمكن التوقعات اللي أصدرتها هيئة القوى المالية أنها متوقعة أنها تصدر صكوك أو يتم إصدار صكوك في حدود 10 مليار جنيه خلال عام 2021. اعتقد ده رقم هيكون قليل بالنسبه لتوقعاتنا لهذا السوق، لان خلال السنه الماضيه لما تم اصدار 3 إصدارات للصكوك في مصر بحوالي 5.6 مليار كانت بدايه اصدارات الصكوك في الواقع العملي، ولكن اعتقد ان الشركات النهارده بدات تهتم بهذا النوع من التمويل، وبدا كثير جدا من البنوك والشركات تهتم بدخول هذه الصناعه من حيث الاكتتاب في هذه الصكوك، ومنهم البنك مصر والبنك الاهلي واكثر من بنك وشركات استثمار دخلت هذا الامر. فاعتقد ان شاء الله ممكن المرحله اللي احنا تخطيناها هي مرحله تثبيت اجراءات اصدار الصكوك في السوق المصري. واعتقد ان شاء الله برضو ايضا خلال العام 2021 بعد الانتهاء من مراجعه واعتماد قانون الصكوك السياديه للدوله اللي حاليا هو بيناقش في مجلس النواب، اعتقد ده هيضيف قيمه مضافه كبيره جدا للسوق المصري، يعني يكون عندنا اصدارين ان شاء الله، اصدارات للشركات، ودي ان شاء الله قريبا جدا في اصدار طالع جديد للشركات تبع هيئه القوى الماليه، وفي ان شاء الله كده ان شاء الله اصدارات هتخرج للدوله من خلال الصكوك السياديه ان شاء الله. جيد. دعنا نتحدث عن تكلفه ادوات الدين يعني ومقارنتها بالتمويل البنكي. الى اي مدى تشكل هذه الميزه اضافه ايجابيه في تقديرك؟ اعتقد ان دلوقتي اصبحت الشركات بتنظر لادوات الدين اداه مكلفه ليها، ولذلك يمكن في محاولات من البنك المركزي انه يخفض تكلفه ادوات الدين او التمويل بالنسبه للبنوك، ولكن الشركات بدات النهارده تتعرف على اداه ماليه مهمه جدا في السوق المصري وهي الصكوك، وبدات تخش بقوه لهذا الموضوع. ليه؟ لان هذا التمويل بالنسبه لها تمويل بيشارك معها في الربحيه والخساره او الارباح والخسائر، بالاضافه لان هو بيبقى شريك معايا او ان هو بيخش يمول هذا المشروع من منطلق ان هو عنده تسويق ايضا لمنتجاته من خلال انها تم تمويلها من خلال ادوات شريعه كومبلاينس او توافق مع محكمه الشريعه، فدي نقطه اصبحت مهمه جدا، ويمكن دي فعلا يعني تعرفنا عليها من خلال بعض الشركات اللي هي بتقول والله انا لما بتعامل مع بعض العملاء في بعض العملاء يفضلوا ان احنا نتعامل بالادوات الماليه اللي هي متوافقه على حكم الشريعه. نعم. فاعتقد ان شاء الله هتكون في نقله كبيره خلال السنه دي مع هذا التطبيق. نعم. دكتور بلتاجي، هل هناك حاجه لاستحداث او تنظيم التشريعات والنظم والقوانين القائمه حاليا والتي تنظم كل ذلك؟ في البدايه يمكن ان شاء الله يعني بعد ما اخرج قانون سوق المال واضاف فيه بند كبير جدا او بند صفحه ممكن يعني تعليمات خاصه بالاصدار الصكوك اللي خاصه بالشركات، هيضاف اليها ان شاء الله خلال يعني اعتقد مش هنقول شهور، خلال ايام قليله القانون الصكوك السياديه للدوله، دي هيبقى مكمله لهذا النشاط. ولكن يمكن البنك المركزي انا اقول ان هو فعلا بيدعم الادوات الماليه الاسلاميه، ما بيأخرش اي طلب لاي منتج جديد او اي اصدار جديد، بل ندعم كثير جدا ملوك انها تخش في اكتتاب صناديق الصكوك اللي تمت خلال عام 2020. ولكن كنت دايما بقول محتاجين يكون لنا تشريعات او تعليمات خاصه بتنظيم الصناعه المصرفيه الاسلاميه داخل السوق المصري، ان دوت بيشكل لنا اهميه كبرى لمراعاه طبيعه هذه المنتجات داخل السوق، والتعرف على الياتها وعلى ادواتها وعقودها ونماذجها، بحيث يكون لنا نص في القانون البنكي المركزي على تملك البنوك للمنتجات والسلع والاصول اللي هو بيعيد بيعها مره اخرى الى المتعاملين. فاعتقد ان شاء الله يمكن قريبا برضو نتمنى ان احنا نضاف لقانون البنك المركزي تعليمات متخصصه خاصه بالصناعه المصرفيه الاسلاميه داخل السوق المصري. نعم. يا دكتور محمد، يعني انت تعلم ان هناك لا أقول شكوى ولكن تساؤل حول القصور في إصدار الصكوك من قبل الشركات بشكل عام، يعني ما الذي يجعل ذلك في مصر ممكن يعني بهذه السهولة أو هو أكثر إتاحة؟ يعني أنا أقول لحضرتك في نقطتين مهمين جدا. أولا ما كانش في قانون أصلا يسمح بإصدار الصكوك في مصر، يعني لسه القانون اعتمد في نهاية عام 2018 نهاية عام 2019، وأول الشركات بدأت تتعرف على هذه الآلية بدأوا فعلا يهتموا بيها، وللعلم 3 شركات خاصه هم اللي اصدروا اول 3 صكوك في مصر، يعني اللي مش شركات حكوميه، يعني شركات عقاريه وشركات لتجاره السيارات وشركات للتعليم،
دي شالت شركات خاصه مش شركات حكوميه اصدرت هي السكوك، والنهارده في شركات كتير جدا يعني اعرف في مجموعات بالباب لاين يعني تقوم بدراسه اصدار سكوك ليها مبالغ 2 مليار وفي مبلغ مليار ونص، في دول شركات بداوا يتعرفوا على هذه الاليه ومن ثم بداوا يتجهوا اليها اتجاه كبير في هذا الجانب، لان هي اصبحت اداه يعني كان السوق محتاج لها. واعتقد النهارده التجارب اللي تمت عام 2020 دي اعتقد انها تبقى مهمه جدا لانطلاقه عام 2021 في هذا الجانب. فالشركات النهارده كانت بعيده نتيجه ما كانتش عارفه هذه الاليه، لكن النهارده بدا يعرفوها ويستخدموها في تمويل مشروعاتهم الكبرى داخل السوق. نعم. لا يخفى عليك ان جائحه كورونا تركت اثارها السلبيه والضاغطه على كل مناحي الحياه وعلى كل القطاعات. الان في ظل انفراج نسبي وظهور اللقاحات وهناك نزعه ايجابيه في العالم، كيف ترى افاق الصكوك في العام 2021 في خلال هذا الربع، ام اننا سننتظر ربما قليلا الى النصف الاخر من العام؟ لو حابب اتكلم عن السوق المصري، اولا اعتقد الربع الاولاني دوت هيشهد فيه اصدار ساقين ان شاء الله باذن الله. واول ما تصدر القانون الخاص او تم اعتماد القانون من مجلس النواب لقانون السكوك السياديه هيصدر برضه ساقين ايضا لصالح الدوله، لكن اعتقد الربع الاول هيبقى فيه اصدارات قليله، لكن ان شاء الله اتمنى يكون الجائحه تنتهي يعني او تقل خطورتها ان شاء الله مع الربع الثاني، وده هيشهد اصدارات كثيره جدا لمجموعه من الشركات. انا حسب السوق اللي انا عارف عليه ان في مجموعه شركات كثيره جدا بدات النهارده تهتم بهذا النوع من التمويل، بداوا يسالوا عنه، بداوا يعرفوا عايزين يعرفوا الكلام ده بيتم ازاي، وبداوا يتجهوا اليه لتمويل مشروعاتهم خط التوسعيه والاستثماريه واعاده جدوله او مش اعاده مشروعاتهم لاستراكشر للمشروعات اللي عندهم الكبيره. فاعتقد هم بداوا يتعرفوا على هذه الاليه وبداوا فعلا يتجهوا لهذه الاليه في مشروعات الكبرى، خاصه مشروعات التطوير العقاري، مشروعات المصانع الكبرى، ودي اعتقد هتبقى خطوه مهمه جدا لادخال هذه الاداه الماليه في السوق المصرفي المصري ان شاء الله. أنا أشكرك سيد الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي على كل هذه الإفادات، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. أنتم تتابعون مشاركة من CNBC عربية، فيها بعد الفاصل. أندونيسيا تخطط لزيادة رقمنة صناعة الحلال وتسعى للتحول إلى مركز مالي إسلامي في آسيا. أهلا بكم من جديد. تتجه الجزائر إلى الصيرفة الإسلامية بهدف استقطاب أموال السوق الموازية. تأتي هذه الخطوة في إطار التحولات التي يشهدها القطاع البنكي. المزيد في سياق هذا التقرير. في خطوة منها لاستقطاب أموال السوق الموازية، بدأت المصارف الجزائرية المراهنة على الصرافة الإسلامية لدعم الإيرادات والاستحواذ على حصة من سيولة مالية يرتقب أن تدخل القنوات الرسمية. خطوة جاءت في إطار التحولات التي يشهدها القطاع البنكي الجزائري، حيث بدأت عدة بنوك في توفير خدمات الصرافة الإسلامية عبر فروع معينة، ومن ضمن تلك البنوك الوطن الجزائري والتوفير والاحتياط، ليدخل بنك القرض الشعبي الجزائري على الخط نفسه، حيث من المتوقع أن يبدأ بنك القرض في توفير خدمات الصرافة الإسلامية عبر 100 وكالة في غضون النصف الأول من العام الجاري، ليكون بذلك ثالث بنك حكومي يدخل في تلك المنافسة. ففي مدة تقل عن شهرين تم فتح أكثر من 200 حساب بنكي لفائدة الراغبين في الاستفادة من تلك الخدمات، وذلك بحسب ما ذكره بنك القرض الشعبي. وتشير التوقعات إلى أن حجم سيولة السوق الموازية تتراوح ما بين 40 إلى 60 مليار دولار، وأنها تدور خارج القنوات الرسمية. هذا ويشمل مخطط الحكومة لتطبيق الصرافة الإسلامية، والذي أعلن عنه في فبراير 2019 بندين أساسيين، وهما التقليل من ظاهرة الادخار المالي والاستجابة للمواطنين الراغبين في التعامل مع النظام المصرفي وفق أحكام الشريعة الإسلامية. إذا نتابع ذلك معي من الجزائر الأستاذ عبد الرحمن عيا، الأستاذ المحاضر في جامعة ابن خلدون قسم الاختصاص. أهلا وسهلا بك معنا، ويعني دعنا نتحدث، ما الذي يجعل هذا التوجه نحو الصيرفة الإسلامية جاذب في الجزائر؟ صباح الخير لك ولمشاهدي قناة CNBC.
في حقيقة الأمر لا أعتقد أنه جذاب، يعني أنت وصفته بأنه جذاب، هو قد يكون جذابا إذا توفرت مجموعة من الشروط، ولكن للأسف الشديد هذه الشروط غير متوفرة لحد هذه اللحظة. فالحكومة كما يعلم الجميع لديها حاليا مشكلة، وهي شح الموارد المالية بسبب التراجع الكبير في مداخل البترولية التي تعتمد عليها بشكل أساس في تمويل العمليات الاستيرادية، وكذا أيضا في تمويل الإنفاق العمومي الداخلي بما يعرف بالجبال البترولية. وبالتالي فتراجع المداخيل وتسجيل عجز على مستوى الخزينة في حدود 26 مليار دولار، أعتقد أن الحكومة اتجهت إلى الخيارات يعني مرغمة وليس يعني بطلة. وبالتالي فالإشكال الكبير هو أنك عندما تتجه مرغما قد لا تهيئ الظروف، وهذا هو في اعتقادي ما يغيب عن هذا التوجه الذي هو يعني دعنا نقول أنه مقبول من الناحية الاجتماعية بالنسبة إلى الجزائريين. نعم. المسألة الثانية، تفضل. نعم، أكمل المعلومة حتى نقف على المشهد. المسألة الثانية ما هي؟ ممتاز. المسألة الثانية هو أنه إذا كان هذا الخيار مطروحا بقوة وهو مقبول لدى فئة كبيرة من المجتمع الجزائري، فأعتقد أنه الظرف أو دعنا نقول السبب الرئيس لم يتم يعني إلغاؤه، وهو وجود كتلة نقدية خارج الأطر البنكية، والسبب في ذلك يعود بالأساس إلى المعاملات البيروقراطية وعدم استخدام الرقمنة. فأعتقد أن هذا هو العامل الثاني. نعم. الذي يضاف إلى العامل الأول هو عدم تهيئ جميع الظروف، وأعتقد أن هذا هو العامل أيضا الثاني الرئيس الذي يخلق نوع من عدم دعنا نقول رؤية واضحة لإمكانية تحقيق هدف الحكومة إذا كان مقتصرا على جذب الأموال. نعم. والسيولة الموجودة خارج الأطر الرسمية. جيد، إذا واحدة من هذه العوامل التي دعت إلى أن تسلك الحكومة هذا المنحى هو التقليل من ظاهرة الادخار، يعني أنت تعلم أن هناك كتلة نقدية هائلة بالمليارات في الاقتصاد الموازي خارج الأطر الرسمية والنظام المصرفي الرسمي. جزء كبير من هؤلاء ربما يفضل أحيانا المعاملات إسلامية مثلا، وبالتالي تفتح هذه القنوات. هل هي كتلة كبيرة مؤثرة إذا تم ذلك؟ ممتاز. يعني حتى اكون يعني منضبطا وفق تخصصي، نحن نسميه اكتنازا، يا ريت انه كان ادخارا. يعني هؤلاء يحتفظون باموالهم في البيوت، وهذا مشكله كبيره. لابد ان نوضح شيء اساسي، هو ان ما قدرته الحكومات خاصه السابقه يعتبر ثلث الكتله النقديه. يعني انا لا اتكلم، انا احاول ان اتكلم بنوع من التقنيه، انا لا اتكلم هنا على ما يعرف بالنقود القانونيه المتمثله في القطع يعني او الورق، ولكن اتكلم على وسائل الدفع المتاحه. وسائل الدفع المتاحه تصور ان يعني ثلثها موجود خارج الاطر الرسميه، وبالتالي فهذا يشكل يعني مشكله كبيره بالنسبه الى الاقتصاد الوطني. الطرح الذي يعني انت تراه ومناسبا من خلال يعني المعاملات الماليه الاسلاميه هو طرح ممتاز ومقبول جدا في الجزائر، وقد يكون يعني من بين يعني اهم دعنا نقول الدوافع التي لا تترك يعني المتعامل الاقتصادي او العون الاقتصادي بصفه عامه ان يضع امواله على مستوى البنوك. ولكن يعني سبق وان ذكرت ان لتحقيق اي منتوج مالي اسلامي او اي منتوج بنكي وليكن اي منتوج لابد ان نهيئ الظروف، وهذه الظروف غير مهيئه. ومن اهمها واعيد يعني واردت السادة المشاهدين ومسألة. نعم. وجود بيروقراطية وعدم استخدام الرقمنة في المعاملات جيد. البنكية. نعم جيد. أستاذ عبد الرحمن، يعني دعنا من كل ذلك، دعنا نذهب إلى ناحية أن الحكومة تتبنى ذلك ربما، وهناك اتجاه نحو التوجه نحو الصيرفة الإسلامية. هذه لها متطلبات فيما يتعلق بحتى البنى التشريعية والتنظيمية والخدمات الإلكترونية من الدرجة الأولى. أنت تعلم أن جائحة كورونا أفرزت واقع جديد حتى فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية.
ممتاز، يعني حتى تتضح الصورة أكثر، ما هو مرتبط بالأمور التشريعية أعتقد أنه متوفر، طبعا ليس بالقدر الذي قد يكون يعني يغطي جميع دعنا نقول التصرفات المالية، ولكن أعتقد أن هناك يعني ترسانة قانونية موجودة. مسألة الهياكل القاعدية خاصة يعني ما يعرف بهياكل الربط بالإنترنت والرقمنة والكمبيوترات، هذا في اعتقادي ليس مشكلة، المشكلة الأساسية تتمثل يعني في عدم الإيمان بالرقمنة، ومسألة الإيمان بالرقمنة في اعتقادي الخاص أنها في الجزائر مرتبطة بالذهنيات، فيعني أنت عندما تجد يعني ناس متقدمين في السن يديرون العمليات البنكية مع احترامي لتجربتهم يعني، ولكنهم للأسف شديد بالمقابل يعني لا يتعاطون مع المتغيرات الرقمية الحالية، وتجد في نفس البنك شاب ممكن انه يجري لك عمليه بنكيه يعني سريعه وبدون كثره الاوراق، وهذا حاصل ولاحظته في الجزائر. وبالتالي اعتقد ان المساله هي مساله ذهنيات، اما يعني ربطها بالكورونا هذا الشيء يعني موجود على مستوى مختلف الاقتصاديات العالميه، فالاشكال الاساسي هو رقمنه المعاملات وعدم ترك الجزائر ينتظر امام المنطقة. صحيح، انا اشكرك الأستاذ عبد الرحمن عيا، الأستاذ المحاضر في جامعة ابن خلدون قسم الاقتصاد، كنت معي من الجزائر العاصمة، شكرا جزيلا لك. أنهت أندونيسيا في العام 2020 تحقيق ارتفاعات قياسية في تطوير التمويل الإسلامي، حيث رفع تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي 2020-2021 التابع لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ترتيب صناعة التمويل الإسلامي في أندونيسيا من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الرابعة. بارتفاعات قياسية في تطوير التمويل الإسلامي أنهت أندونيسيا عام 2020، هذا ما أشار إليه تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي 2020-2021 الصادر عن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، حيث ارتفع ترتيبها من المرتبة الخامسة إلى الرابعة، وذلك بعد ماليزيا والسعودية والإمارات، كما ارتفع ترتيب إندونيسيا من المرتبة الثامنة إلى السابعة في الأصول المالية الإسلامية، حيث نمت الأصول بنسبة 15% إلى 99 مليار دولار، وذلك بحسب مؤشر تنمية التمويل الإسلامي لعام 2020. ودعم هذه المؤشرات الإيجابية الخطة المتكاملة للاقتصاد الإسلامي والنظام المالي الذي وضعته اللجنة الوطنية للاقتصاد والتمويل الإسلامي، والتي شجعت كل جانب من الجوانب على إجراء تحسينات. ودخلت إندونيسيا عام 2021 بخطة تحول كبيرة تتضمن الاندماج لأكبر ثلاثة بنوك إسلامية، وذلك لتأسيس البنك الإسلامي المملوك للدولة بنك الشريعة إندونيسيا في فبراير 2021 بقيمة 1.5 مليار دولار في حقوق الملكية. هذا وتخطط إندونيسيا في الوقت ذاته لزيادة رقمنة الصناعة الحلال في العام الحالي من خلال تقنين البيانات من شهادات الحلال ومزامنتها مع البيانات من وزارة التجارة ووزارة الشؤون الاقتصادية المنسقة، وذلك بحسب ما ذكره مدير صناعة المنتجات الحلال في اللجنة الوطنية للاقتصاد والتمويل الشرعي في إندونيسيا أفضل اليسار. انتهت حلقة مشاركة لهذا الأسبوع، الأسبوع المقبل بمشيئة الله لقاء جديد في ذات المواعيد. حتى ذلك الحين دائما تابعونا على موقعنا cnbcarabia.com وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.